رح احكي لكم اليوم عن الموضة. رح احكي قصتي مع الكعب العالي. هلق انا كحدا ما بحب البس كعب عالي بمراحل كثير، يعني ضليتني اني قاتل هاي الفكرة لوصلت لقرار انه ما بدي خلي اي حدا يخليني البس كعب عالي وامشي هيك. فبيوم من الايام والحياة بمرحلة خلتني يمكن اضطر البس كعب. كان في مؤسسة بشتغل فيها، هاي المؤسسة كانت هي يعني بتفرض على الموظفين انه يلبسوا كعب وشعر ليس وميك اب واناقة. فكنت مواظبة على هذا العمل لانه هو بالنهاية شغل ودخل. بأحد أيام الصيف الجميل وبأحد الصباحات، فأني بكون بدي روح على دوامي، فبلاقي الهواء حلو كثير وبرود، فبقول يلا ما بدي روح، وبقرر إنه ضلني ساعتين وبعدين بروح على دوامي. بزبط الموضوع وبيمشي الحال. وقت اللي بستمتع بهدول الهوايات وبقرر إنه بعديها أطلع، بكون جهزت ولبست ولبست الكعب ورايحة، فبيندق التليفون الأرض. بيكون إنه في حدا طلبني. بستفسر مين، بتطلع المؤسسة اللي أنا كنت قاتل 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 لحتى أشتغل فيها. وفجأة بيقولوا لي أنسى ريم حضرتك ملتزمة بعمل؟ بقولوا لا. قالوا لي عندك استعداد تبلشي شغل معنا؟ قلت لهم ايه. بشلح الكعب، سكر التليفون، وبقرر انه خلص انا يعني ما عاد بدي البس كعب بكل حياتي، لانه بكل بساطه انا كثير بقدر ارسم الزرافي على الحيط وانا مو لابسه كعب. فكنت لاقي هذه الشغله انه كانت انجاز كبير. من هون يمكن توضح عندي مفهوم قديش الطبيعه عن جد بتعطينا. شي مرة فكرتوا شو ممكن تقدم لكم؟ فكرتوا شو بتعمل من شانكم؟ ببساطة أنا الطبيعة والهوى يمكن اللي استمتعت فيه بيوم الأيام خلاني أني ألاقي عن جد الشغل اللي أنا كثير كنت بحلم فيه. ومن هذا التصور أنا بعتقد أنه من هون بلش التطوع. التطوع بلش من الطبيعة، يمكن بلش من فكرة العطاء، العطاء الغير مستمر، العطاء اللي ما بيطلب منك المقابل. كانت الطبيعة هي يمكن من وقت أنا صرت حدا مصغي، كانت الطبيعة أكثر حدا هي بيبعث لي يمكن مسيجات أكثر من شركة اتصالات. فقررت إنه بهاي اللحظة إنه أنا صغيرة، وكون أنا خريجة مكتبات ومعلومات، وقت اللي تخرجت قررت انه انا بدي انشر هاي الثقافة واحمل رسالتي بالكتب وحول مجتمعي لمجتمع قارئ. بهاي اللحظة رحت اتوجه لعند اي حدا يعني بيحتضنني كبيئة، فتوجهت لملتقى لتبادل الكتب. بهذا المكان كنت روح يوميا داوم وارجع على البيت، داوم وارجع على البيت. بلحظه حسيت انه هذا المكان انه هو كثير بيشبه يعني جامعتي، صار لي 5 سنين انا بالجامعه وعلى اساس بدي اغير جيت على مكان كثير بيشبهها. لاسباب ما بعرف شو هي مجهوله بالنسبه لي انسحبت. رحت على مكان ثاني، كانت جمعيه خيريه لذوي الاحتياجات. بهذا المكان طرحت لهم نفس الفكرة، أنا حابة أغير بكيف أنتم بتعيروا الكتب، بمفهوم قراءة الكتاب، كيف نحن لازم نتداوله، نحن لازم نحول المجتمع لمجتمع اقرأ. قام قبل ما أنا أكفي قام قالوا لي بس نحن ما عندنا مكتبة. هون انصدمت شوي هيك، بعدين قلت لهم طيب ما في أرشيف؟ قال إيه مبلا في. فقررت إنه أنا بدي رتب هذا الأرشيف. كون أنا عندي خبرة بالأرشفة والتفاصيل بتخص دراستي،
خلص هذا العمل اللي أنا قلت بدي أرشف فيه خلال نصف نهار، 3 ساعات يعني كانت خالصة. لأني خلصت هون حسيت إنه أنا يمكن لازم أبقى. اللي صار أنا كنت ضليت أتردد على هذا المكان يومياً، كنت ألتقي بأشخاص غرباء عني كانوا بمرحلة من المراحل. أنا ما كنت بعرف عنهم شيء، ما كنت بعرف عنهم يمكن كيف كانوا يروحوا على المدرسة وهم صغار، ما كنت أعرف مين كان يعني كيف كانوا يكونوا صداقاتهم، يمكن التفاصيل البسيطة اللي نحن يمكن معظمنا بنجهلها، كيف كانوا يحبوا. بهذا المكان بكل يوم كل لحظة أنا كنت ما كنت أعطي، أنا ما كان عندي شيء أعطيه يوميا، يعني ما عندي لا الخبرة لا أتعامل معهم ولا عندي شيء ممكن أقدمه. بكل يوم كانوا هن يقدموا لي، بكل يوم أنا كنت أحس إنه أنا هذا المكان عم بيعطيني كثير. بكل بساطة وقت اللي منفكر إنه نحن بدنا نروح نتطوع بمكان ما بحس إنه هو صحي، بس نفكر إنه شو بدي أقدم له، شو بدي أقدم له. يمكن لازم نفكر إنه نحن هذا المكان شو أثر فينا، شو راح يقدم لنا، شو عم يزيد على حياتي، شو عم يزيد على خبرتي. من أحد الأسئلة اللي كنت أتعرض لها خلال هذا العمل إنه كان يقولوا لي شو بتشتغلي حضرتك؟ كنت أقول لهم أنا متطوعة بجمعية خيرية لذوي الاحتياجات. فكان ردة الفعل برافو عليكي، هذا عمل إنساني عن جد بده صبر وقوة قلب. اللي كان أنا يزعجني كلمة عمل إنساني، ما بالنهاية العمل الإنساني أي عمل بيقوم فيه إنسان لخدمة الإنسان، إن كان الطبيب ولا إن كان حتى التاجر عم يبيعك سلعة، فبالنهاية هو عم يخدمك. التطوع بالنسبة إلي هو الحافز اللي ممكن بيخليك تفيق الصبح بكير وإن صدرك معبى أكسجين لحتى تروح على مكان تعطي فيه من روحك وتعطي شيء، تعطي فيه شيء أنت بتحبه. يمكن من دون ما تستنى راتب آخر الشهر ولا تهكى الهم تقريرك اللي بتبعثه للمدير. كل هاي التفاصيل أنا كنت حسها بالتطوع. من الأشياء اللي أنا شغفي بالحياة كنت أرسم، إني أرسم صورة بصرية حلوة وين ما كان، إن كان بالريشي أو بالقلم، إن كان وقت اللي بكون مع الأطفال أو برسم بسمي أو بساعد حدا. تطوعي بكل بساطة حقق لي شغفي. يمكن وقت كنت أرسم على وجوه الأطفال بالشارع وكنت أسمع رأيهم ليش شعرنا مو زهري مثل ستروبيري. هذول التفاصيل أنا كنت حسن كانوا يخلوا المخيلة تصير أوسع وشغفي بالحياة يكبر. يمكن كان هالشي خلاني اني فوت بالتجربة اكثر معهم، كان يخليني بيوم من الايام اتجرأ انه اني خوض معهم تجربة الفضاء واطلع على القمر. فهذا الشي كان من اكثر الاشياء اللي هي عن جد حققت لي شغفي. كمان من الاشياء اللي خلتني يعني امتلك مخيلة هي بتشابه مخيلة الاطفال، وكون أني حدا عن جد يمكن عاش طفولة كتير غنية. طفولة هي مليئة، كانت بالشغف، كانت مليئة بالاكتشافات، كانت مليئة بحب التغيير والمساعدة. فكان هذا الشيء خليني آمن بأنه اللعب هو جزء كتير مهم من حياتنا وهو حاجتنا للتعلم. بكل بساطة وقت اللي منلاقي ممكن معظم الكائنات أو الحيوانات العاشبة بتلاقيها بس تلعب وهي صغيرة عم تركض، لأن بالنهاية بتتعلم هاي المهارة. نفس الشيء الحيوانات المفترسة، نفس الشيء الإنسان وقت اللي بده يتعلم شيء فهو بيلجأ بمعظم الأحيان للعب. ومن خلال خبرتي كان اللعب هو جزء كبير من أهم إنجازاتي. يمكن لأنه اللي كان يشوفني وين ما كنت عن جد كان يفكرني عم العب، يعني بقولي انت بتضلك تنططي او تلعبي. فظليت متمسكه بهاي الفكره لبيوم من الايام
كان في ندوة. هاي الندوة كانت تحكي عن التعريف عن أطفال صعوبات التعلم. بهاي الندوة أنا كان مخصص لإلي فقرة أني أنا أحكي عن اللعب. اجتمعت فيهم وقفت مثل هاي الوقفة وقلت لهم أنا بدي أحكي لكم عن اللعب. هم كانت نتيجة أنهم هيك يعني في ناس انصدمت، في ناس فكرت أنه شو بدها تحكي يعني. في ناس بس سألتهم أنتوا بتعرفوا تلعبوا؟ أنتوا بتعرفوا تلعبوا؟ مين بيعرف يلعب؟ ارفع ايد. اللعب هو كان رسالة عن جد كنت حابة أوصلها بهذيك المرحلة ولحد هلا، وظليت حاملتها بكل مكان كنت روح فيه، حتى وقت اللي كنت درس الأولاد، حتى وقت اللي رحت درس بروضة هي بتدرس مناهج تعليمية، وقت اللي كنت اتلقى التنبيهات والتوجيهات من اسلوبي اللي كان اللي ما بيشابه مناهجهم، وقت اللي كنت اقول لهم اني بدي اعلمه يلعب ويستنتج قبل ما اعلمه يكتب. هاي الرساله ظليت حاملتها لوقت اني حصلت على عمل مبني على اللعب. فاني يعني بعتقد انه هذا الشيء كان يمكن اكبر شيء اني حصلت عليه وقدرت اني اوصل عن جد رسالتي. رسالتي بانه اي فكره بتتمسك فيها بتتبناها عن جد وبتحميها من كل السلبيات اللي حواليك، هي رح توصل معك لمرحله هي عن جد تنضج وتبين للعالم وتصير هي فكره الكل عم يامن فيها. بينما وقت اللي بيكون عندك فكره وحضرتك او ما لك مآمن فيها، ما بس محتفظ فيها احتفاظ، تبرع فيها اعطيها لغيرك. مهمة فكرة انه عن جد نحن نتطوع بافكارنا. احيانا في اشخاص بيمتلكوا كل شيء بس ما بيمتلكوا فكرتك. هل انت مو قادر تأمن للبيئة، فهي فكرتك فيها تكون ببيئة ثانية وتعيش وتطلع وتنضج بطريقة يمكن احسن ما انت متوقعة بس بعيدة عنك. وكونه عم بحكي عن الطفولة، من احداث اللي انا كثير بتذكرها بطفولتي، هاي الوردة عمرها 20 سنة. كان عمري 8 سنين وقت اللي جيت لعند ماما. أنا قطفت لوردة، رحت لعندها وعطيتها إياها، قلت تفضلي. هون هي يعني أنه أخذتها، قالت لي بس هلق هاي الوردة رح تذبل وتموت. فأجيت أنا حسيت بالذنب كثير يعني كطفلة أنه أنا معقول أنا بتسبب لها الأذى يعني الوردة. قام رحت أخذتها منها، رحت لمكان ما أنا قطفتها، جبت للزيق ولزقتها ووقفت عند قلت لأني آسفة كثير. هلأ أنا موقفي هذا أو العمل اللي تصرفته لا بيقدم ولا بيأخر، والوردي ما رح تعيش. بس هاي الوردي كانت خلال كل حياتي مرفقتني بكل تصرف أنه ممكن أعمله. فكنت أتذكر هاي الوردي اللي أحيانا بكثير من المواقف بنفكر حالنا عم نعمل شيء منيح وعم نساعد أشخاص، بس ممكن بالمقابل نحن عم نأذي أشخاص ثانيين. بالنسبة إلي التطوع هو أحيانا بيكون نتائجه غير ملموس، يعني مثل وقت اللي بتكون تماشي بالشارع وبتشوف سيدة مع أغراض أو شخص معه أغراض وبتحاول تساعده. هذا الفعل أنت بتقوم فيه أحيانا بتقوم فيه بدون أبدا إرادتك أو بشكل عفوي، بس يمكن يعني هذا الفعل اللي قمت فيه هو بيزيد على خبرتك بشيء. ما بعتقد بالسي في رح تكتب انه لقد قمت بمساعده فلان، اكيد لا. الفكره من هذا التصرف يمكن نحن او هذا الشخص اللي قام بالمساعده بدك منه بس انه يبتسم. فاحيانا التطوع هو ابتسامه فيك تقدمها لاي شخص، هو لأنه بكل لحظة بحاجته. مجمل الشيء اللي بدي أني وصله أنه التطوع بحياته ما كان جمعيات ولا كان منظمات إنسانية. التطوع أحيانا ممكن يكون ابتسامي، ممكن يكون فكرة. التطوع هو ممكن يكون التطوع هو فكرته بالظاهر فكرة الحب لأجل الحب.
العمل لأجل حب العمل أحياناً، وبالأخير هو التطوع، هو اللحظة، اللحظة اللي أنت بتقرر فيها عن جد تغير، تغير من بيئتك، تغير من محيطك، تغير من حياة أشخاص تانيين. وقتها أنت بتكون عم بتقرر أنك أنت اللي تكون التغيير. وقت اللي بتقرر هذا الشيء فهو رح يصير عن جد. وهيك أنا بكون خلصت معكم. بتمنى أنه كل حدا إذا عنده عن جد فكرة، إذا عنده ابتسامة يعطيها، وإذا عنده أمل بأنه يغير، وهو هذا الشيء الوحيد اللي نحن بنملكه هون، هو الأمل، فعن جد يغير، لأنه هو وقتها عن جد رح يكون التغيير. شكراً كثير.